البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو اليوم، نهار جديد وفيديو جديد كالعاده. مرحبا بكم الاصدقاء ديالي القدام الجداد اللي غيدخلوا معايا جداد ان شاء الله. شكرا لكم على التعليق ديالكم وعلى اللايك ديالكم اللي كتعطيوني واللي خطكم عليا. اليوم جبت لكم الفيديو ديال الخياطه ديال الجلابه روميه مخزنيه اللي كنت فصلت معكم في الفيديو اللي قبل. اليوم غادي نحط لكم ديال الخياطه. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، واللي عجبته القناه ديالي كما قلت لكم ديما مشترك معايا في القناه يشترك معايا ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد، وما تنسونيش في التعليق كالعاده وفي اللايك ديالكم. وهانتوما معايا، شوفوا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر، فيه افكار مهمين وقواعد زوينين ان شاء الله. هاني رجعت معكم البنات باش نخيطوا الجلابه اللي حطيت لكم الفيديو ديالها من قبل. هذا حطيت لكم ديال الفصاله، هذا ديال الخياطه اللي غادي تكون بواحد الريبون هنايا في واحد هاد الهبطه ديال بلاصه العقد. هادي غتكون غير جلابه روميه واقتصاديه باش غنسبقو بهذا. هذا ما سرجيتوش، خليته حتى نسرجيه مع هنايا مع هاد الهبطه باش يكون مجموع. هنايا خديت تقريبا 2 سنتيمون تقريبا اللي غادي ناخذ باش نخيط سنتيم هنا سنتيم هنا، يبقى ليا سنتيم، يبقى ليا غير شويه في الوسط هنايا. اول حاجه ما كنديرو كنطويو هذا على جوج مرات وكنبعدو هنايا بستة ديال السنتيم باش كنبعدو، وعاده كنحطو الريبون ديال كما قلت لكم البنات. طنطو هذا على جوج وكنعبرو هنايا 6 ديال السنتيم وكنحطو الطريف ديال الثوب هذا اللي غلفنا به، اللي غنغلفو به القب ونديرو به بندل الكمان، ودرنا به السجفه اللي غتغطي لينا هاد الشنف. انا غنعبر لكم هادي شحال فيها جوج، فيها 3 سنتيم، غيتخيط سنتيم لهنا وسنتيم لهنا، وغادي يبقى لينا تقريبا سنتيم الوسط. تجي باش مما صغيره تجي حسن. دابا غادي ناخذ غير سنتيم في الخياطه وغنهبط هذا الربع ديال القدام، هذا الربع ديال الجلابه ديالنا المخزنيه هذا. غنخيطها كلها حتى لتحت في هاد الجهه ونرجع معكم في الجهه الاخرى اللي غنخيطها عاوتاني باش يجي الفيديو قصير. ملي هبطنا مع هاد الهبطه كلها ديال هاد الربع، شنو كنديرو؟ كنحلو هذا، كنشدو بعدا هذا، كنعبروه باش يكون قد تكون فين حطينا هذا نحطو الاخر يجي جوست بحال هكا، كنشدو فيه وكنحلو هاد البي ديالنا. كما قلت لكم البنات هنا عبرت 6 سنتيم بحال هنا، كنحل هذا وكنحط في نفس البلاصه فاش تحط هذا، كنحطو هذا كنقيسوه مع هنا حتى كيجينا بحال هكا جوج، وكنحطوه بحال هكذا كما جانا في سنتيم هنا سنتيم هنا، جانا سنتيم في الوسط هو هذاك، جانا سنتيم فاصله شي حاجه هو هذاك، ماشي مشكل، غير باش ما هي صغيره كتجي حسن. كنبداو الخيطه ديالنا غير هو واحد الحاجه تمش سيروا على واحد النيفو باش ما يجي هاد البي دابا اللي درنا هنايا الطريف ديالته ما تجيش بلاصه عريضه وبلاصه لا. دابا غادي نخيط واحد شويه وغادي نشرح لكم كيفاش. ملي الا شديتو فواحد البلاصه بزاف واحد لا، كتجي مره كتشدو سنتيم ونص، مره جوج سنتيم، مره بحال دابا هكذا شفتوه، تمشي على هكذا كلها حتى لتحت بحال هكذا، مشي مقدم ما يجيش جهه طالعه وجهه نازله. راه انا الجهه والجهه شديت فيها اقل من سنتيم، داكشي باش جات هي عريضه على سميتو على حسب لي درت. غنزل معكم واحد شويه ونوريها لكم. كي دايره دابا هنايا هانتوما بحال هكا، يعني هانتوما كتشوفوا دابا عندي واحد الديكالاج فيها، عندي هنا هو هذاك وعندي الفوق عريض، رغم ان واحد القياس اللي قطع شفتو هنا عريض وهنا لا. شنو كندير؟ كنبدا من هنا اللي داير وكنقص منه، كنشد فيه اكثر من القياس لان الثوب كيتيره
بلاصه عريضه وبلاصه لا. دابا ملي كنهبطوا معاها كامله كنهزوا هاد السجفه اللي كتغطي هاد العيوب كلها، كنحطوا وحده من هاد الجهه وحده من هاد الجهه بحال هكا، كنطلعوا حتى لحد الفتحه هي اللي كتغطي لنا دوك العيوب ديال القب. هاد البلاصه مهمه في هاد الجلابه، هاد البلاصه والقب اللي مهمين في هاد الجلابه بالنسبه للمبتدئين. دابا الا خيطناه تيولي بحال هكا، ها نتوما تيولي بحال هكا تيغطي كله، هنا كنغطيو به القب. غندير عاوتاني الطرف ديال هاد الجهه الاخرى غنخيطو، كتحاولوا تقادوه مزيان باش ما يكونش عندكم ديكالاج، وكتبداو كتغطيو من 6 سنتيم الفوق، كتحاولوا يتقادو عندكم هنايا في تحت، ما يجيش واحد طول من الاخر، واخا تخيطو بجوج بحال راه تيكون ديكالاج. حاولي يكونوا مقادين من هنا من تحت. وحاولوا سيري على ديك الخيطه ديال التحت، ما تفوتوهاش. باش يجينا بحال هكذا شفتوه، تيجي مستور ومغطي كاع دوك العيوب اللي فيه. دابا مع الثوب كيتجبد تقدر تكون عندكم بلاصه عريضه، هذه ما عريضه وتقدر تجيكم هذه عريضه، ولكن فين كان فينيو ملي كنبغيو نديرو الخيطه الثانيه كنديرو بحال هكا وكنقادو، ملي نسوجيت ما نقادو معكم. هادو دابا الكتف، هنا فين غيكون القب غنحط الطرف ديال الخلف على هاد الطرف ديال الرباعي اللي قدام، ونحط الطرف الاخر نخيطو ورجع معكم. دابا كما تشوفوا معايا الكتاف جمعتهم هذا وهذا، اللي غنخيطو دابا هو القب، غنخيطو نحطو هذا ابار وغنخيطو القب ديالنا. القب ديالنا هذا هو الطبتين ديالو، هذا هو القب، كنجيو لهاد الطواله ديال القب اللي فيها 40 او 43 اللي درت فيها ديال السنتيم، كنقدوه من هنايا وكنديوه نيشان، كيمشي نيشان الخياطه. القب ديالي هو هذا، كنهز هاد القنت كنخيطها ديال الطبتين ديالو بحال هكا، وغادي نخيط حتى القب بحال نفس الطريقة. عفوا، كنجي الجهة الأخرى كما قلت لكم كنخيط هنايا القب، غنخيطو معكم لأن ضروري فيه هاد المسائل خصكم تعرفوها. ملي كنخيطو القب ديالنا بحال هكا كنشدو الطبتين ديالنا مع القب بحال هكا كما كتشوفو، كنشدو هاد الراس ديال القب مع الراس ديال الطبتين تقريبا سنتيم ونص، او ندير انا كاع جوج سنتيم بحال هكا كنلقيهم بجوج، كندير فيهم غير واحد الضريبه صغيره. كنقلب القب ديالي وكنقلب الطبطين، علاش شديتو من تما؟ باش الا لبس لواحد الجلابه ما بقاش يتقلب ليه داك الدوبلور. هانتوما الا تجبد بحال هكا راه ما كيتجبدش، تيكون مشدود هنايا. هنايا ما غاديش نخيطو دابا البنات لان خصني ندير هاد الخيط، هاد اللون نخيط معكم غير بهاد اللون باش كنخيط بلوسي المفتوح، وحتى الاخر عاد نخيط ليه تما. يعني شفتوه معايا ما شفتوه معايا ماشي مشكل، غادي نشد غير الحاشيه بحال هكا اللي غادي نخيطو، وغادي ندير ليه بحال هكا، ماشي الا تلبس القب يبقى يبان بحال هكا.
غنخيط على هاد الحاشيه وانا دايره كولي. دابا غادي نلاقي القب مع الجلابه ديالي. دابا حليت الجلابه كلها فوق لا ماشين. دابا هاد الكرانه اللي درت هنا هي معاش غتلقى ديك الخيطه ديال القب اللي هي هادي. كنهز هنايا كنخيط غير القب اللون مع اللون ديال الجلابه، والدوبلور كنخليه من بعد، هاد الطبطين كنخليه من بعد. كنخيط هذا بوحدو، القدام راه غادي يتجمعوا بربعه. كنشوف القب ديالي واش جا التقويره ديالو، واخا صوبنا في الفصاله هو هذاك، كنقادو هنا كنشوفو يك ما فيش شي ديكالاج ولا شي حاجه. عاد كنخيط القب ديالنا، هو هذاك الحمد لله كنخيطو بحال هكا. كنحاول دابا نخيط غير واحد هذا باش نشرح لكم مزيان، باش نثبت القب ديالي في بلاصتو. نجيب القب ديالي يتثبت في بلاصتو، الا فيه جات شي ديكالاج ولا حاجه ما يبقاش فيه بحال هكا. وكنخرج داك شويه ديال اللون اللي قلت لكم كنخرجو هنايا، غير اللي بغى، اللي ما بغاش ما يديروش، غير انا بغيت ندير ليه بحال هكا وصافي. كنجبد الجلابه ديالي حتى كنقادها، كنتمنى يبان لكم، واخا كنغطيكم على ما بان لي كنغطيكم بيديا. حاولوا هاد التبرينة ديال الخيط حاولوا ما يتجبدش لكم باش ما يجي واحد طول من الاخر. غنخرج بحال هكا وغادي نفيني معكم واحد الجهه وغادي نوريكم كيفاش ديروا. نخرج كاع الجلابه من هنا. دابا القب ديالنا البنات هو هذا، ما خيطوش حتى للراس، هو هذا القب. انا كنت دركتكم بان لي راسي دركتكم بيديا. كنخرجوا هذا اللون اللي هو هذا، كنجيبو كنحطوه هنايا، وكنشدو الجلابه مع القب ونشدو معها الطبطين بحال هكا ياكم، وكنقلب عليها هذا الدوبلور اللي درت، هذا السجفه اللي درت في هنايا مغطيه داك سميتو، كنقلبها عليهم تيولي القب كله في الوسط، كله كيولي مدرك كلشي. كنخيط فيه تقريبا واحد النص ديال ديك 16 سنتيم فين درت القب، كنحبس وغندير ليه واحد سميتها. داكشي باش قلت لكم مهم القب باش تشوفوه، ونخيط معكم القب اللي مهم غنخيط معكم كامل. دابا اللي ما شفتوها غادي نوريها لكم. كنجمعوا دابا ديك السجفه مع الطبطين ديال القب مع القب عاوتاني ديال الجلابه والجلابه، كنجمعهم بحال هكا حتى كنخيط واحد 8 او 9 سنتيم. كنحبس، غنوريكم دابا شنو درت. هانتوما خيطت دابا واحد جوج ثلاثة أربعة، يعني السجفة هادي وهذا الطبطين ديال القب وهذا القب وهذه الجلابة. كنخيطهم غير 8 سنتيم لأن كنت ثبت الجلابة مع القب هنايا. كنرجع كناخد غير الطبطين السجفة والطبطين ديال سميتو، كنشوف ياك ما فات ليا الطبطين هاد الخيطة ديال فوق الكتف. حاولوا ما يفوت ليكم، خصو حدو هاد الخيطة ديال الكتف، الا كان شي حاجه حاولوا تشربوها بحال هكا. انا غنشربو ياكو، كنحطلق الجلابه والقب وكنشد غير الطبطين ديال القب والسجفه بجوج، وكنخيطهم حتى لحد فين وقفت قبيله. هذه هي الفينيسيون ديال القب اللي بغيتو تعرفو. دابا هو هذا كما كتشوفوا معايا، ها نتوما الجلابه ها هي مع القب، والسجفه كاينه مع الطبطين ديال الجلابه. كنجي دابا حتى لهادي، هذا لا، كنجي للجلابه والطبطين وكندير فيه واحد الكرانه صغيره، غير صغيره هكا. علاش درت ديك الكرانه؟ باش الا جاب الله بغيت يجي مدفون كان هذه كتمشي هكا، هذا كيمشي للفوق هكا وهذا كيمشي للفوق لتحت بحال هكا وتيتسد. انا غنخيط الجهه الاخرى كيما درت لهادي ونرجع معكم نوريكم الفينيسيون اللي في اللفان. دابا البنات ملي خيطنا هاد الجهه وهاد الجهه ديال القب ديالنا او السجفه ديالنا، دابا ركبت الخيط اللون ديال هذا، غادي نفيني به هنا وغنفيني به البلاصه الاخرى اللي غادي نبداو بها. في الاول هو دوره العنق اللي هي هادي، هذيك الضريبه اللي قلت لكم درتها قبيله هي هذه كما كتبان لكم، هي هذه. كنشدوها كنطويو هذا الثوب هكا، وهذه الاخرى حتى هي كنديروا ليها الضريبه في هذه الفوقانيه حتى هي،
مفاص ديال هذيك اللي مقاوده معاها نيشان، كنديروا لها بحال هكا كندخلهم بجوج باش ما يجيش عندنا فيها سميتو، باش ما يجيش عندنا فيه الديكالاج. غادي نشدو بالفنيته بحال هكا وغنحاول ندير الكرانات هنايا في دوره العنق، نحاول ضروري ديروا هنا الكرانات باش ما يجيكمش مشنق او مكمش. دابا كنجي لهنا ملي كنبدا غنبدا من دوره العنق من هنايا بلا ما ندير الخياطه لهنا، بلا ما غاديش نديرها لي، غير رديت هذاك لداخل وغنبدا غير في دوره العنق باش ما يبان كاع الخياطه ما تبانش ليا تما. الخياطه غادي نديرها غير في الحاشيه ديال القلب كما قلت لكم قبيله، داكشي علاش ركبت اللون. وكنخيط بحال هكا كندخل غير قل من سنتيم اللي كندخل هنايا، كنعاود الخياطه جوج مرات كنتمشاي بشويه لي باش ديال الخياطه في الحاشيه يعني في الجنب، كنحاول ما نديش الديكالاج الدخله ديال القب. كنجرب بحال هكا وكنردو البال للزيت ديال لاماشين، كتخوى لينا على التوب كيبان لي تخوات ليها الزيت على لاماشين، الزيت عفوا من لاماشين تخوات ليها على التوب اللي كتخيط او اللبسه اللي كتخيط في البلاصه ديال لها الطالك، داك الطالك داك البودر ديال البيبي ديال الدراري الصغار، ديروا البلاصه تخويه عليها وتحكو مزيان، حتى تحكو مزيان وكتمسحو غير كتمسحو بشيتو كيتحيد لا الطالك لا الزيت. كنجي لهنا كنعاود فيه الخيطه جوج المرات وكنخرج لا ماشين ديالي، كنجي لهداك ديك التبطين او السجفه اللي درنا التقويره ديالنا اللي هي هادي، ما كنخليوهاش محلوله بحال هكا، كنجمعوها مع هذا حتى لهنا، ما كنخيطوهاش اللي بغا، انا ما كنخيطاش من هنا حتى لهنا، كنشد فيها غير واحد جوج سنتيم هنايا في الراس وكنخليها مطلقه بحال هكا. والمهم تشد، ربما شي واحد يقدر يشدها من سميتو، ولكن انا كنفضلها تكون هكاك باش ما تعطيني حتى شي ديكالاج. كنجي للجهه الاخرى الثاني كنجبدها مزيان ليكون عندي فيها شي حاجه ماشي هي هادي، هانتوما بحال هكا كنجر هادي مزيان بحال هكا. هانتوما راه عندي الزيت هنا، دابا غادي نصوبها قدامكم باش تشوفوا داكشي اللي قلت لكم، باش اللي بغى يصوفي راسو من الزيت ديال الماكينه اللي طخوات لي على الحوايج اللي كان كيخيطهم. دابا هاني خيطت جلابه البنات، ثبت القب ديالي صافي، بقات لي غير ديك الخياطه ديال الجناب، هذيك ماشي مشكل. غادي نجي لديك البلاصه اللي قلت لكم فيها الزيت ديال لاماشين، ها هي كتبان لكم شفتوها، دابا هذه غادي نحيدها قدامكم دابا باش اللي ما عرفات واللي عرفات راه عرفات ان لاماشين غير كنخدموها كطلع الزيت وكتخوى لينا على الحوايج. دابا غندير بوز ونجيب البودغ ونديرو مع نخدمو معاكم. طالك البنات ديال الدري الصغار هو هذا، كنحاول نلقاو ليه سميتو، كنمشيو لفوق هذا كما كتشوفوا معايا، غنهزو لفوق باش يبان لكم، كنخو واخا تشوفوا هكا فوق الثوب ما تخافوا والو، واخا تشوفوا تخوى لكم بزاف ما تخافوش، غير كتخوي حتى كتخوي بحال هكا، كديروا ليه بيديكم بحال هكا حتى كيتحك مع ديك الزيت، هو كيشرب ديك الزيت فهمتوا هكا. ولكن فسميتو راه كلشي هذاك الشيء اللي شتوه هادشي كلشي كيمشي. كنجيبو طريف ديال الثوب كنحاولو نحكوه مزيان مزيان مزيان، الا شفناه باقي فيه كنزيدو ليه شويه، ما بقاش فيه صافي معليش، ان هاد الكريب اللي درنا لهذا الكريب دغيا كتشد فيه الزيت. ها هو تحيد شفتوه، دابا غير مع المصلوح خليت فيه باقي فيه شويه ديال البودر خليته باش يشرب داك البودر غيشرب ديك الزيت، وغير غادي نصلحو غادي تحيد كل داك لاطاش اللي دارت لينا لاماشين. دابا اللي بقى لينا البنات هما الكم، هذا فوق الكتف وهذا الراس ديال الكم، هذا الراس ديال الكم اللي كنديرو فيه واحد الكرانه هنايا، هنايا غنشوفو لما درتها نديرها الكرانه، هي هي درتها هي هادي شفتوها، كنحطوها على الخياطه ديال الكتف ديال الجلابه ديالنا كما كتشوفوا معايا، كندير لها فنيته هنايا باش نبدا الخياطه من التحت.
كنجي لهنايا فاش دورت واحد الدوره صغيره هي فاش كيوقف لكم بحال هكا وكنبدا. غير هو خص الكتف يجي النص لكم في الكتف، ما عمركم تفوتوه. غادي نمشي دابا باش ما يجي الفيديو طول، غنمشي مع هاد الكم حتى لهنا حتى لهاد القنيط الاخر بحال هكا، والكم الاخر غندير ليه بحال بنفس الطريقه ونرجع معكم. الكم ديالنا البنات هما هادو خيطناهم، كنلاقيوهم من هنا قبل ما نديروا الباندا، كنلاقيوهم من هنا وقبل ما نخيطوا الباندا قبل ما نلاقيوه كنشوفوا الباندا ديالنا ملي سيرجينا ياك ما فيها شي ديكالاج وجهو قد قد هنا، خصهم ضروري يجيو قد قد هنا غادي تخيطوا غيوليو سيخ واحد غادي يتخيط مع الاخر. غادي نشوفو شكون اللي كبر من الاخر، كبير الكم اذا من هنا كنعرفو شحال باش غادي نشدو في الكم، مغنشدوش غير سنتيم. هنايا العيب اللي كاين كلشي كنديو في لاماشين في هنا، يعني الخياطة غادي نبداوها من هنا، كندخلو بسنتيم على هذا وكنخيطو من هنا، كندير واحد العلامة هنايا باش ما يتنسى ليا وصافي كنخيط. غادي نمشي دابا من هنا من هاد الخياطة ولاقي تحت التركيز، مع تحت التركيز بحال هكا ونمشي حتى لتحت ونخلي فتحة فيها 25 سنتيم، ولاقي الجهة الأخرى ونرجع معاكم. دابا البنات غادي نخيطو هاد البنطة الكمام، كنلاقيوها طول هكا هاد الجهة مع هادي بحال هكا، كنشدوها كنطويها على جوج بحال هكا، كنحلو هاد الخياطة مع هادي بحال هكا، كنشدوها كنطويها وكنثبتوها بواحد الغرزة على السرجي باش ميكون عندنا فيها بزاف ديال الخياطات، كنثبتو على السرجي. عاوتاني غنخيط معكم غير واحد الكم، لان نفس الخدمه اللي غندير لهاد الجهه غنديرها لهاد الجهه، غير المهم تستافدوا نتوما اللي كاين لكم الامر تستافدوا. كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم، ولا عجبتو القناه ديالي اللي مشترك معايا اشترك معايا وفعل الجرس باش يوصلكم جديد ان شاء الله. ولا جات على خاطركم ما تنساونيش في لايك، كنديروا ليها بحال هكا باش كتبت تجي مفينيه من هنا ومن هنا، وعاد كنجيبوا لكم ديال الجلابه بحال هكا كنخليوه هكا مقلوب كما كتشوفوا. كما قلت لكم قبيله كنا خلينا سنتيم من الخيط، ولكن هاد التوب مع صلحته غير كيتصلح كيتزاد، كنحلو هاد الخيط بحال هكا كما كتشوفوا، كنلاقيو معاه هاد الخيط الاخر هكذا وكنشدوها بواحد الفنيطه من هنا، كنشدوها بالفنيطه وكنحاولوا ندوروها كلها حتى نشوفوا واش ما عندنا حتى شي حاجه اللي غيكون فيها الديكالاج بحال هكا. صافي كنخيطوا الكم ديالنا عادي. غير كنخيطو عاوتاني شويه كنشدوه باش ما يكونش فيه لا ديكالاج لا والو، كنحلوه وكنجبدوه. الكم ديالنا هو هذا البنات، البنطة ديالنا هي هادي، الكم هو هذا من هنا ومن هنا كيكون فيني. هنا باقي غنعاود ليه السرجي وندير ليه واحد السرجي واحد، ما غاديش نخليه يكون جوج بحال هكا. غادي نخيط الجهة الأخرى بحال كما درت هادي وغنجمع ليها لتحت بلا ما تشوفوها معايا، وإلا كملت غادي نوريها لكم. كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم وشكرا لكم.